لو انت صاحب مطعم، دي الفيديوهات اللي هتحتاج تعملها عشان تتعرف اكتر. فيديو للشاشات، وده الفيديو اللي هتعرض عليه شكل الاطباق بتاعتك، او فيديو اهم الناس اللي جات لك مكانك، او الاعلانات الكبيره اللي عملتها وده يتعرض جوه المكان. لايف ستايل فيديوز، وده اهم نوع فيديو لازم تعمله، وتبقى ناصح لو عملت منه كذا نسخه. نسخه عائليه، تجيب عيله وتصورهم في المكان عشان تبين قد ايه مكانك مناسب للعائلات، وتصور معاهم الاطباق اللي تنفع للعيله. لو انت بتستهدف الكابلز، وهنا تجيب كابلز وتعمل اضاءات عاطفيه وتخدم عليهم كان كل يوم هو فالنتاين، وتحط الاطباق اللي تنفع للكابلز. لو انت بتستهدف الشباب، نسخة الصحاب، وهنا تصور شلة الصحاب اللي بيتجمعوا ويضحكوا ويقسموا الشيك على بعض في الآخر، وتبين الأطباق اللي ينفع تتشارك. لو انت بتستهدف الهاديين بتوع المذاكرة، نسخة الدحيحة، وهنا هتصور اتنين قاعدين بيذاكروا معاهم لابتوبات وكتب، وتحط الأطباق والمشروبات اللي بيدور عليها أي دحيح، ودي فرصة قوية لظهور القهوة. لو انت بتستهدف رجال الأعمال، نسخة للبزنس، وهنا تصور اتنين أو مجموعة ببدل ولبس فورمل قاعدين بيتكلموا، وتنزل لهم أطباق شيك قوي كأنه عشاء عمل. لو انت بتستهدف المناسبات، نسخة أعياد الميلاد والمناسبات والبروبوزلز، وهنا مش هوصيك طبعا على الجاتوهات والتورتة والزينة وكل البهجة اللي المكان بيقدمها. وطبعا ما تنزلش كل الفيديوهات دي على السوشيال ميديا مرة واحدة، لأنك مش هتقدر تجمع كل الناس دي مرة واحدة ويعملوا كل الأنشطة دي في وقت واحد. لكن ذكائك انك تصور كل ده مره واحده علشان تاخدهم بتكلفه اقل، لكن تنشرهم على السوشيال ميديا على حسب التوقيتات بتاعت المكان والجدول اللي انت هتحدده. فيديو العنوان، وده فيديو تقول فيه عناوين الفروع بتاعتك وبتوصل لغايه فين وامتى. فيديو النونو الجديد، وده الفيديو اللي تعرف فيه الناس بالطبق الجديد اللي بقى موجود عندك، وتعمل له حمله تشويقيه كبيره وعروض عشان الناس تشتاق له وتبقى عايزه تجربه. فيديو الانفلونسر، وده الفيديو اللي بتجيب فيه الانفلونسر يدخل مكانك ويعمل فيديو او سكتش قصير وتخليه يجرب الاكل. فيديو التحديات، وده الفيديو اللي تعمله وتكون عامل فيه تحديات قويه، مين يخلص المينيو كله، مين يقدر ياكل الطبق الحراق، وكل ما كان التحدي صعب كل ما كان الناس هتبقى عايزه تشارك اكتر. فيديوهات المعايدات، ودي الفيديوهات اللي بتعيد فيها على الناس على حسب المناسبه، عيد صغير، عيد كبير، رمضان، وفي الغالب بيبقى فيديو موشن جراف. عرفت انت عايز تعمل اي فيديو؟ انا والفريق بتاعي نقدر نساعدك في تنفيذ كل الفيديوهات اللي قلناها. ابعت رسالة واكتب تخصصك عشان تعرف التفاصيل. انا جوزيف بتاع الفيديوهات، سلام.